إذا كان هناك دوائر انتخابية كل 100,000 نسمة مقعد برلماني، أنا أؤكد لك أنه ستتفكك الأحزاب وستنهار منظومتهم، والمال السياسي ستطفئ الذروة مالته. لكن للأسف اليوم كل اللي دا نحصل عليه من معلومات يؤكد أن البرلمان يحاول خياطة هذه الدوائر الانتخابية وفق مقاساته. يعني اليوم أنا اطلعت بالصدفة على الدوائر الانتخابية في محافظة صلاح الدين مثلا. طيب، يعني صلاح الدين الجمهور من خرج مظاهرات أراد دوائر متعددة، يعني على مستوى القضاء، على مستوى الناحية. اطلعت عليها وإذا بصلاح الدين دائرتين انتخابية فقط. يعني هذا، وتجي على بغداد مثلا، في بغداد هناك اقتطاع لمناطق سكنية معينة من بغداد تتبع إلى قضاء معين ودمجوها مع أقضية أخرى. هنا هذا العمل للأسف دي يحاولون أنه يسيطرون على المناطق الانتخابية، الدوائر الوسطية والدوائر الكبيرة أو ما تسمى بالدائرة الوحدة ما تخدم العملية الانتخابية بتاتا. نعم، ستكون هناك فقدان للثقة من الشارع العراقي، من الجمهور العراقي، وقد تكون نكسة للعملية الانتخابية في العراق.